السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني من الإعمار العاجل، ودي سلسلة احنا بنتكلم فيها عن إعادة الإعمار. طيب، النقطة الثانية بقى اللي هنتكلم فيها اللي هي السي بي أو كومبريسد إيرث بلوك، ده اللي هو الطوب المضغوط من الأرض. يعني بنجيب المادة بتاعت الأرض ونحنا نضغطها، فهي مادة بناء مصنوعة بشكل أساسي من خليط من تربة غير عضوية جافة لحد ما، ده المكون الرئيسي وموجود طبعا في أكثر العالم. من المهم ان تكون التربة غير عضوية، لان المادة العضوية بتحلل وتضعف كتل طين غير متواسع، بحيث ان هو يساعد على ربط المكونات الاخرى معا ويديها يدي كتل دي القوة. والرمل والحصى، الرمل هيساعد على ملء الفجوات بين جزيئات التربة وجعل الكتلة اقوى، والحصى يمكن اضافة الحصى والصخور المكسرة لتحسين قوة ومتانة الكتل. فمادة تربة الأرض دي غنية بمنتجاتها وسرية بأشكالها وطرقها المتنوعة، زي فكرة الحوائط المسكوكة، إن احنا نقدر نستخدم مادة التربة اللي بتظهر من الاختبارات الأولية مادة تماسكها عند ضغطها بقبضة اليد، وبدون أن تظهر كمادة صلصالة اللي يمكن التماسك بطريقة جيدة. فمزايا الطرق ديت إن سهولة التصميم والتنفيذ، مش محتاجة لشرح كتير لتفاصيل التصمية، سهلة جدا الناس تقدر انها تتعلمها، مش محتاجة تقنيات معقدة، الناس كلها ممكن تاخد فيها يعني شرح بسيط ويبدأ ان هم ينفذوها. الحماية من الحريق، جدار الطوب الارضي بقطر 250 ملم عمل مقاومة للحريق لمدة 4 ساعات، ولما عمل قطر 150 ملم عمل 3 ساعات و41 دقيقة. الكتلة الحرارية، لما سمك الجدران الخارجية تبقى 300 متر على الأقل، فالتخانة دي بتوفر حماية ممتازة من الظروف المناخية المتطرفة، يعني في الصيف تبقى عدم كويس ومستريح، وكذلك في الشتاء فاختراق الحرارة والبرودة بيكون بطيء، ودرجة الحرارة الداخلية للمبنى والمنزل بيكون مستقر. برضو تقليل الضوضاء بسبب سمك وكثافة الجدران، فمعنى كده ان انتقال الضوضاء زي مثلا حركة المرور بيكون انخفض كتير. فبتشير الاختبارات اللي هي الـ CSIRO ان معدل انتقال الصوت بمقدار 50 ديسيبل لحد بتخانة 250 ملم، وان افضل تخانة تقبل فيه انتقال الصوت حتى تصل لقرب 0 ديسيبل عندما يكون الحوائط بتخانة 300 ملم. هو عنصر انشائي قوي ودائم للحوائط المسكوكة ذات متانة عالية، والأبحاث اللي تمت في نيوزيلندا، يعني مش في دول عربية اللي فيها زلازل كتير، نيوزيلندا أثبتت إن المنشآت دي بتستحمل أكتر من كتير من المباني المبنية بالطوب أو البلوكات، زائد إنها مقاومة للحشرات والبكتيريا، تقل الشكوك والفجوات داخل هذه الحوائط، والانبعاث الكربون والسمية فيه قليل، فهي تعتبر من المواد الصديقة للبيئة، والصيانة بتاعتها بيكون المعدل بتاعه أقل. الدراسات بتقول ان هو مش محتاج الاهتمام، ممكن يقعد 20 سنة من غير اي فحوصات او ضرورة ان انت تصلح في حاجة. اغلب الحاجات دي معتمد فيها على كتاب الدكتور ايمن ملوك، البناء بمادة تربة الارض. انا توصلت معاه مشكورة وراجع معاه اجزاء كتيرة من الكتاب. طيب، السي بي بتتشكل من خلال ترطيب الخليط، يتم ترطيب خليط التربة اللي جعله أسهل في العمل معه ومساعدة في ترابطه. الضغط الميكانيكي بضغط عالي يتم ضغطه على الخليط المبلل في قوالب، ترك المادة الجافة لتجف ممكن في الشمس أو في الفرن. فليها مزايا كتيرة جدا، زي ما احنا شفنا موضوع الاستدامة، إنها مواد طبيعية ومش محتاجة طاقة لإنتاجها، صديقة للبيئة، مش بتبعث كربون كتير، المتانة والقوة والصلابة بتاعتها، مقاومتها للحريق والافات والتعفن، التكلفه المعقوله، ارخص طبعا بكتير من مواد الانشاء التقليديه. الكتله الحراريه، بحيث انها بتساعد في تنظيم درجه الحراره داخل المبنى ويكون اكثر راحه للعيش، فاصبحت ليها شعبيه كبيره، بس هي محتاجه متخصص بالذات في عمل السقف المقبب او القبو، والتصميم بيحتاج معمل عشان يختبر ويختار انسب خلطه بالنسبه للتصميم المعماري الانسب، والمكنة بتاعت الكبس الهيدروليكي. يعني ممكن تدخل مكنة واحدة وتبدأ تشتغل بيها،
وفي نوعين كبس يدوي وميكانيكي بسيط، الاتنين ممكن يتصنعوا عادي مفيش مشاكل. ده بقى نظام اخر، المبنى دوت اهو التصميم بتاعه موجود، بحيث ان هو يعتبر مكان كويس الناس تقعد فيه، وملجأ ذكي وسهل وقابل للحمل. ممكن تبعته، ودي الصفحة بتاعته لو حد حابب ان هو يفتحها ويستفاد منها ويتواصل معاهم دايركت. فهو حل سريع جدا، هتقدر ان انت تنقل العدد كبير جدا بسهولة، والتكلفة بتاعته المفروض $5000. قالوا انها زادت سن بسبب الاحداث اللي موجودة. هم قطعتين، القاعدة والغلاف العلوي، بيتنقلوا ويتدروا ثباتهم ببساطة، وممكن ل4 أشخاص تحرك وتجميع ماء واحد في دقائق معدودة، وده يعني سهل جدا في الاستخدام. وفي مولدات طاقة محمولة بتثبيت الوحدات بالكهرباء غير عبر مقاطع التوصيل المغناطيسي. طيب البناء بأكياس التربة اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، من ضمن الأفكار اللي احنا حابين ان احنا نناقشها عادة الإعمار الذاتي. المجتمع نفسه هو اللي هيساعد في البناء. يعني المشكلة حصلت في دولة اسمها اكس، اكس دي الشباب اللي موجود هناك هما اللي هيساعدوا في إعادة البناء من خلال جهود ذاتية أو مقاولين محليين أو معونة خارجية. المهم إن إحنا نستغل الطاقة اللي موجودة في المكان دوت، لأن ممكن يكون مفيش أصلا فرص لعمل، فإحنا نستعين بالناس اللي موجودة دلوقتي ونوفر لهم فرص عمل، ونتعلموا برضو مهنة حلوة اللي هي البناء، ونقدر نعتمد على الناس اللي موجودة. والكلام ده طبعا بينفع اكتر في الاماكن زي المناطق الريفيه او في الضواحي، لان الناس كلها بتكون عارفه بعض وبيقدروا ان هم يتعلموا مع بعض بشكل كويس جدا. فالمزايا الموجوده اللي هو الاعتماد على الذات، ان هم يعتمدوا على نفسهم، فده هيخليهم اكثر ارتباطهم بالارض، ويوفر روح المبادره والمسؤوليه لدى افراد المجتمع، السرعه في التنفيذ، التكلفه بتكون اقل. التحديات، الناس محتاجة خبرة، فمحتاجة انها تدريب، الحاجة للتمويل والحاجة للتعاون. فبالشكل دوت المبنى ممكن يتم خلال 2 أسبوع، وبيقل الوقت مع زيادة خبرة العمال. والواقع العملي ان الجامعات ممكن تعطي الفلوس دي لاصحاب المباني، ولو هو طبعا مش كارثة او مفيش تأثير على الستراكشر اللي موجود، لو في مثلا حائط مشروخ او في حاجة محتاجة تعملها صيانة بسيطة، شبابيك، ابواب، ممكن يديله جزء من الفلوس، ولما يرجع يلاقي خلص الحاجات دي يبدأ ان هو يديله الجزء التاني او التالت وهكذا، بحيث ان صاحب المبنى هو اللي يبني البيت بتاعه.